لحظة انتظري، لا تخيبي حياة الآخرين، لا تخيبي حياة الآخرين. عصبيتك الشديدة، عنادك الشديد، حساسيتك الشديدة، لا تحتاجي زوج، أنت تحتاجي دكتور، تحتاجي دكتور للعلاج، والعلاج مش عيب، ولكن لا تخيبي حياة الآخرين. لأن عندما تدخلي في مشروع الزواج ويأتيكم الأولاد والبنات، كل عصبية هي مسمار في قلب الطفل وفي قلب الشاب، مسامير في الصغر، صواريخ في الكبر، صواريخ يطلقها الأبناء والبنات على الوالدين. فلذلك عالجي نفسك، أنت مش بحاجة لزواج، أنت بحاجة لدكتور، صدقا لدكتور. فخيبة هذه بعديها بعيد عن الزواج، العصبية الشديدة، العناد الشديد، الحساسية الشديدة. انتظروني في حلقة خيبتك، ابعدها بعيد.